بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها لأمة الحبيبة في زمن انطغت فيه الماديات والشهوات، وانحرف فيه كثير من الخلق عن رب الأرض والسماوات، وانشغل كثير من الناس عما هو آت، وظن الإنسان أن الدنيا تنتهي بالموت وأن الحياة تنتهي بالموت، ونسي كثير من الخلق أنهم سيعرضون على خالق الخلق جل وعلا للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لازلت أتحدث عن العلامات الصغرى للساعة، وما أكثر هذه العلامات، وما من علامة أخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إلا ووقعت بمثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام. أرجو أن تركزوا معي الليلة أيها الإخوة والأخوات في هذه العلامات التي ذكرها رسول رب الأرض والسماوات. وبسرعة، روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. يا الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا ينطق عن الهوى. حديث مرة أخرى، اسمع ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. يا الله، طيب واحدة واحدة. العلامة الأولى في هذا الحديث تقارب الزمان، يعني ايه حتى تقارب الزمان؟ طيب حفسر لك المعنى ده بكلام اخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما اجمل واروع ان يكون كل كلامنا من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، خلي بال حضرتك، كما في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده، والترمذي في سننه، وأبو داود في سننه، الحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم، خلي بالك: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كالأسبوع وتكون الجمعة كاليوم
ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. لا لا لا، تاني تاني تاني، ركز كده وانتبه يا أختاه. ماذا قال الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. طيب ازاي؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، كالأسبوع يعني، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، يعني كاحتراق ورقة نخيل. ما بتصليش على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقعت العلامة، الكل عمله الأيوة والله وقعت فعلا يا شيخ. الله، ده احنا لسه صايمين رمضان من ايام قليلة، الوقت بنقول خلاص اوشك رمضان على الرحيل والانتهاء. فتكون السنة كالشهر، السنة اللي فاتت لسه رمضان، العام الماضي انا شاعر انه كان قريبا جدا، وحضرتك شاعر بكده، وانت ايتها الكريمة تستشعرين هذا المعنى تماما. محدش بيقدر يعمل حاجة دلوقتي اخواننا، يعني يخرج الموظف او صاحب المكتب او صاحب العمل او صاحب الوظيفة، سبحان الله، بمجرد ما يخرج ويذهب الى العمل يسمع اذان الظهر، بمجرد ما يفتح الاوراق ويبدأ يعمل اي شيء خلاص الساعة 3، الوقت انتهى، اليوم نفد. الله اكبر. السنة رمضان اللي فات انا فاكر انه كان قريبا جدا. طب رمضان ده النهاردة معقول؟ معقول النهاردة 18 يوم؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا. الاسبوع كأنه يوم، كأنه يوم، الجمعة بعد الجمعة بعد الجمعة، سبحان الله. وبعدين اليوم مفيش ساعة وانتهت. طب الساعة ولا شيء، كأن ورقة سقطت من نخلة احترقت وانتهت الساعة، انتهى الوقت. الله اكبر، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. طيب ليه هذا التقارب المذهل؟ للعلماء اقوال، واهم هذه الاقوال التي يستريح اليها قلبي وعقلي معا: نزع البركة من الوقت. نزعت البركة، قلت البركة في الاوقات وفي الاعمال وفي الاعمار، قلت البركة. طبعا مش شرط، طب احنا ذنبنا ايه في دي؟ لا، احنا السبب. بتقول ايه؟ بقول احنا السبب، احنا السبب في ضعف وقلة البركة وتقارب الزمان. ايوة يا عم الشيخ، في البركة دي مش بايدينا. لا، احنا السبب. ازاي؟ بذنوبنا ومعاصينا. طب الحل ايه؟ العمل. ممكن البركة تبرك مرة اخرى وتنزل مرة اخرى؟ ايوة. ازاي؟ بسرعة، بحاجتين اتنين: بالايمان والتقوى. قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. ها، خلي بال حضرتك من الجواب: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. منين؟ من السماء والأرض. الله أكبر. مش بقول لحضرتك احنا السبب؟ الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات تنزل من السماء، تخرج من الأرض. الأرض مليانة بركات، مليئة بركات، مليئة نعم. فيه ذهب، فيه فوسفات، فيه منجنيز، في بترول، في بركات نزلة من السماء، في رحمات، في أمطار، في خيرات. نزعت البركة وضعفت البركة، ما تقدرش تعمل أي حاجة. لا عارف، لو عاوز تقيم الليل مفيش بركة في الوقت، لو عاوز توصل أرحام مفيش وقت، لو عاوز تأدي عملا أو وظيفة معينة مفيش وقت. نزعت، ضعفت البركة بشكل ملفت للأنظار. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. كيف تعود البركة مرة أخرى إلى أعمارنا، إلى أعمالنا،
إلى كلماتنا، إلى أحوالنا، إلى بيوتنا، إلى نسائنا، إلى أولادنا، إلى أموالنا، إلى صحتنا وعافيتنا. إزاي؟ بالإيمان والتقوى يا إخواننا. ولو أن أهل القرى